أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، شكرا عبد الله الوهيبي على التواصل. ينطلق هذا الشوط، الشوط التاسع للبكار المحليات، على البركة والتوفيق. بداية الجولة الثالثة، وهنا مخرجنا العزيز يأتي باللقطات الرائعة ولقطات التوقيت الأفضل. شكرا، شكرا يا الهواري على هذا الإبداع لكي تمتع كل من يتابع ويستمتع بهذه المناظر الحمراء وبمناظر، وأيضا اسم حذاري واسم بن مقارح، وسلام يا المري سلام، واضح الشاشة وما ترصده لنا من أخبار سارة. مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة هنالك الشاهينية، يا سلام لهجن الرئاسة والسيد راشد بن محمد بالسم المنصوري في عملية التضمير. انتقل بدوري إلى المركز الثاني إلى هملولة لهجن الرئاسة، وهنالك علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير. انتقل إلى المركز الثالث، جواهر مع المركز الثالث لهجن الرئاسة وعملية تضمير جواهر عند السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما دور المركز الرابع هنالك عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير. انتقل بدوري إلى المركز الخامس، المركز الخامس هنالك الشاهينية لهجن الرئاسة والسيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول من اسم الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بالطير العامري في عملية تضميرها ومتابعتها، بينما هنالك الزاوية الأخرى هنالك هملولة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير. هنالك وصول أيضا من شعار هجن الرئاسة اللي هي السائحة لهجن الرئاسة والسيد صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية التضمير. هذه هي الأسماء مشاهدينا الأعزاء. أعود عند المقدمة، أعود عند الصدارة، أعود هنالك مع المركز الأول ومع الإبداع. يا سلام يا سلام، المركز الأول والصدارة، هنالك الشاهينية مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، ويالله يا المستحيل، يالله يا المستحيل. هذه هي تنطلق الشاهينية بدون أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر، تتبع طريق من تبعت، تتبع طريق الكثير من الأسماء التي حملت هذا الشعار، سواء شعار هجن الرئاسة أو سواء شعار المضمر القدير. هنالك من يتابع هذه الأحداث، راشد بن محمد بالسم المنصوري، يا سلام. الدور دور المركز الثاني، هنالك جواهر ومن يرافقها أيضا اسم اللامع، اسم يعرف الرموز في يوم الختاميات، يا سلام. مبارك بن أحمد بن مائدة الخيلي من يتابع هذا الاسم الكبير، وهنالك وصول أيضا من هملولة لهجن الرئاسة ومضمر زاخر ومضمر الكثير والكثير من الأسماء العملاقة، علي بن يميل الوهيبي والكوكبة باللون الأحمر على مقدمة الشوط. أتأخر إلى المجموعة الأخرى وإلى عالية، ها هنا تصل مع المركز الرابع وهي تحمل الرقم 4 لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، ولكن التدخل السريع من قبل الشاهينية لهجن الرئاسة، وهنالك يتابعها السيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والزاوية الأخرى الوصول من العجبان، يا سلام. العجبان واصلة بقوة وانطلاقها رائع مع المركز الآن، مع المركز السادس، وتشق طريقها إلى مركز متقدم. هنالك لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل هيان، وخميس بن عتيق بن يمعه الرميثي هو المتابع، هو الذي ينطلق يتابع هذه الأحداث وهذه التغييرات السريعة. أعود إلى هملولة التي وصلت بقوة لهجن الرئاسة، وكذلك علي بن يميل الوهيبي، بينما هنالك الوصول من ضمن الأسماء الواصلة بقوة، من ضمن الأسماء المتحدية مع المركز التاسع الآن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بالطير العامري، وصول من المركز العاشر، وصول أيضا من السايحة لهجن الرئاسة والسيد صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية التضمير. هذا هو النداء المتواصل للمراكز الأولى المتقدمة. أعود هنالك، أعود هنالك إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأول وإلى الانطلاق الأول، يا سلام. المركز الأول الشاهينية، الشاهينية الكيل
الليل والبتر النهائي. يا سلام، نغادره في حفظ من الله ورعايته بهذه القيادة، بهذه الإثارة، بهذه المتعة. والشاهينية، الشاهينية، الشاهينية مع المركز الأول. الشاهينية تقودها من الأسماء العملاقة، تقودها الكثير والكثير من الأسماء. هنالك أسماء الإذاعة المحليات في هذا الشوط مع المركز الأول، رغم الضغوط القوية، رغم الضغوط القوية. هو الجوهرة، هو الذهب، ارتفع الذهب، ارتفع الذهب، ارتفع الذهب. يا سلام، يا سلام يا أبو أحمد. المركز الثاني تحاول، هنالك محاولة وأيضا جادة في التحدي وفي الإدارة. هذه هي الجواهر، هذه هي الجواهر لهجن الرئاسة. وهنالك مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، يا سلام، مع المركز الثاني والتضمير، ولكن القوة والإثارة هنالك مع المركز الأول. أعود مع الشاهينية، أعود مع الشاهينية. الرئاسة، الرئاسة مع ثلاثة الأسماء المتقدمة، مع ثلاثة الأسماء المتقدمة. أعود إلى الشاهينية مع المركز الأول. سلام الرئاسي، سلام الرئاسي، يا سلام. هذا هو التحدي، وإلا فلا. هذه هي أفعال الرئاسة، تفعل 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 دائما هكذا. هذه هي الرئاسة باختلاف المضمرين، كل نقطة مع مضمر لهم الاحترام ولهم التقدير. وهذا أحد المضمرين، راشد محمد بسم المنصوري مع الشاهينية. المركز الثاني قدمت عروض رائعة، الجواهر لهجن الرئاسة والسيد مبارك بن أحمد الخيالي. وفي المركز الثالث الشاهينية لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد الخيالي. وفي المركز الرابع حملون لهجن الرئاسة مع علي بن يمير الوهيبي. وهنالك العجبان واصله بقوة أيضا لسمو الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع خميس بن عتيج بن يمعه الرميثي. سلام وتحية واحترام على فوز الشاهينية بالمركز الأول. الشاهينية لهجن الرئاسة، والتهنئة الكبيرة للسيد راشد بن محمد بسم المنصوري وتوقيتها الزمني الذي رافقها في مسافة 5 كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لحظات الإعادة، لحظات الإثارة، لحظات الفوز. هذه هي 6 دقائق أو 7 دقائق مشاهدينا الأعزاء، 47 4 أجزاء من الثواني توقيت الشاهينية. والتهنئة للسيد راشد محمد بالسم المنصوري. بينما من احتلت المركز الثاني فكانت واصلة بقوة، جواهر مع المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، التهنئة لهجن الرئاسة والتهنئة للسيد مبارك بن أحمد الخيالي مع المركز الثاني والتضمير. بينما الدور دور المركز الثالث فكانت الإثارة مع الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة وكذلك عيسى بن احمد الخيلي. توقيتها مشاهدينا الاعزاء 7 دقائق 49 وجزئين من الثواني، او 7 دقائق 53 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.